وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي من رفح أحمد البطة. أحمد، أهلا بك، كيف تلخص لنا التطورات الميدانية الليلة الماضية؟ أين تركزت أبرز الغارات وماذا كانت الحصيلة؟ حامد، التطورات ساعة بساعة هنا في مدينة رفح على الأقل جنوب القطاع. العملية العسكرية مستمرة، القصف المدفعي متواصل منذ ساعتين تقريبا بشكل مكثف، مع غارات من نسمع الآن من الطائرات الحربية بشكل متواصل، وكل الاستهدافات هي مركزة في مناطق حي التنور، حي السلام، حي الجنينة، المناطق الشرقية لمدينة رفح، بالتزامن مع اشتباكات نسمعها ما بين حين وآخر ما بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، مصحوبة بإطلاق نار مكثف من الطيران الحربي الإسرائيلي وأيضا آليات الاحتلال. هذه الاستهدافات تأتي مكثفة ومتواصلة منذ أكثر من ساعتين، وبعد أيضا ساعات من النهار كانت حدة القصف فيه قد انخفضت قليلا عن اليوم الذي سبق ذلك، وكان قد وصل 14 شهيدا جراء الاستهدافات المتواصلة في مدينة رفح لمستشفى الكويت التخصصية. أمام هذه الاستهدافات أيضا كانت هناك غارات قد استهدفت منزلين، منزل في مخيم الشاطئ غرب غزة، غرب مدينة غزة، أدى ذلك لاستشهاد مواطن وهناك مفقود تحت أنقاضه، وأيضا هناك 4 من الشهداء استشهدوا في قصف شقة سكنية في مخيم جباليا شمال القطاع. في مخيم انتصارات إلى شماله استهدفت أرض زراعية أدى لنقل جرحى من المكان، لكن مجمل الاستهدافات الآن تتركز في مدينة رفح، قصف مدفعي متواصل، قنابل صوتية نسمعها أيضا في بعض الأحيان، وهذا القصف المدفعي مصحوب بغارات إسرائيلية من الطيران الحربي، وأيضا الاشتباكات لا زالت مستمرة. أحمد البطة من رفح، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.